النهارده هاخدكم بره استوديو في يو اف سي جيم. الفقره دي مخصصه لكل الناس اللي بتحب الرياضه وبتحب تهتم بالفيزيك بتاعها وصحتها. النهارده هيكون معايا مدرب المشاهير كوتش محمد ابو النجا. كوتش محمد ازيك؟ الله يخليك منورنا. في البدايه كده عرفني عن نفسك وامتى بدات كبروفيشنال ترينر؟ انا اسمي محمد ابو النجا الشهير بمدرب النجوم. بادئ الموضوع من زمن بعيد، يعني رياضه بادئ من وانا عندي 8 سنين. ده من زمان قوي. بالظبط. اوكي، انت بتحب الرياضه من زمان؟ والله هي تربيه ونشأه وكوميونتي وحاجات كتير قوي. يعني والدك كان رياضي؟ والدي كان ضابط جيش. اوكي، وده ساعدنا كتير في الالتزام. فالتزام بقى. ايوه، التزام. التزام من هنا للاخر يعني. اوكي، فبالنسبه بقى للرياضه ده لايف ستايل من واحنا صغيرين. اخويا الكبير زرع فينا دوت، بعد كده بقى الموضوع بقى شباب والاتجاه للرياضه احسن والفايت. طب ايه الرياضات اللي بدات فيها ولا بدات بالجيم على طول؟ لا، بدات سباحه. أوكي. وبدات كلنا عدينا على السباحه، ده كان اساسي يعني. مفيش طفل ما عداش على السباحه. حقيقي حقيقي. وبعد كده دخلنا بقى الفايت جودو. اوكي، هي بصراحه رياضه جميله جدا، عنيفه بس رياضه قويه وفيها ذكاء. حقيقي. بعد كده اتجهنا للجيم الشيب. كل أوكي. الشباب وكل البنات وكل الاعمار بتتجه ازاي يبقى شكل حلو حقيقي، وده البدايه. يعني انا حابب ان انا شكلي يكون كويس وحابب منظر الشيب اللي شكله جميل. بس انا مش بحس ان على طول ده صح، هو الاصح ان واحد بيهتم بصحته الاول اندن الشكل هو اللي بيجي. جميل، مفيش حد شكله رياضي صحته وحشه. صح، ده مبدئيا. لا انا بتكلم مثلا لو انجكشنز او يعني ممكن يبقى شكله حلو، لكن ما احنا بنتكلم على الشكل الطبيعي. ممارسه الرياضه الطبيعيه. يعني ايه شكل جميل؟ شكل متناسق. اوكي، انا مش شرط ان الشكل الطبيعي ان انا ابقى فيتنس موديل بتطلع على الكاميرات. صح. او ان انا ابقى بطل كمال اجسام او فيتنس موديل بطلع قدام المسرح او بطلع اعمل بطولات او كده. الشكل المتناسق لاي شاب او اي بنت او اي راجل كبير او اي كده، اللي هو الجسم حقيقي بالشكل الطبيعي كويس، وخصوصا مثلا اللي بيهتموا بالابر ويسيبوا اللور بودي. موضوع كارثي كارثي. بالظبط، فلازم يبقى في تناسق. تناسق. أيوه. في كل حاجه. ايوه، الفرونت والباك اللي هي الشكل الامامي للجسم والشكل الخلفي. الشكل الجانبي من فوق وتحت بالنسبه للست وبالنسبه للراجل. حقيقي. طيب زي ما حضرتك قلت انك معروف كمدرب المشاهير، مين بقى المشاهير اللي انت مرنتهم؟ والله كتير، يعني الحمد لله نجوم الصف الاول، يعني اولهم حبيبي واخويا الكبير ويعني فتحه الخير عليا الفنان الكبير احمد السقا. الجدعانه كلها. الجدعانه كلها. وفارس العالم. ايوه حقيقي. بالظبط، والفنان ياسر جلال الجميل نجم دراما طبعا، ورامي امام ومحمد امام واحمد السعداني، كل الناس ديت، وغادة عادل ورانيا يوسف، مش عايز انسى حد. النجوم كلهم بقى. النجوم كلهم. النجوم كتير، مش عايز انسى. طيب حد. طيب اكيد كل حد فيهم كنت حاطط له بلان عشان يوصل لهدفه. بالظبط. مين اسرع حد فيهم وصل للجول المطلوب؟ والله كلهم عندهم نفس الحافز، لان كله عنده تارجت. تارجت يعني هدف. الهدف اللي انا عايز اوصل له علشان عندي وقت صغير ان انا اصور. هي. فالوقت ده ملزم بيه. وكلهم ما شاء الله ملتزمين في الاعمال الفنيه بتاعتهم. فلازم يطلع بالشكل ده. طبعا الفنان الكبير احمد السقا ملتزم جدا جدا، واسرع واحد بيجيب نتيجه بسرعه معايا. بس هو عشان رياضي في الاصل. ما هو رياضي من هو صغير كمان. هي. وان انا اقنعه ان هو يسيب حته الفتنس، ما يسيبهاش. ينميها بالجيم ويخش يلعب. يسيب الكارديو ويروح للجيم. بالظبط. دي كانت خدت معانا فترات. أوكي. وبقى بسم الله ما شاء الله في الاوزان والتحميل انا بشوف على الانستجرام. لا بنبهر. لا حقيقي. العلاقه بينا بقت اخوه واسريه. كمان دخلت بيته ودخل بيتي، وتفاصيل جدا مع بعض، وعايشين شبه حياه كامله مع بعض يعني. اوكي. طيب انا بشوف عندك على الانستجرام ترانسفورميشنز رهيبه، كلمني بقى عن ترانسفورميشنز دي، بتاخد وقت قد ايه؟ والله في ترانسفورميشن على حسب التغيير، السيستم بتاع الجسم والشكل ممكن يبدا من شهر لشهرين لثلاثه على حسب بقى. لا اصل بشوف عندك ناس مثلا تشابي او مليانه دهون، وفجاه بتبقى 3 شهور او اقل بتبقى مقسمه. بالظبط. فده ازاي؟ ده بطريقتين، التغذيه والتمرين. اوكي. واللايف ستايل. كنوم، كاداء رياضي، كسمعان للكلام. الجيم انا بقعد معاه ساعه كتير، ساعه في الجيم ومع نفسه 23 ساعه. فيهم نوم، فيهم اكل،
فيهم عادات هيخنصر فيهم بالظبط. لكن انا معاه بقى بالتليفون والواتساب والحاجات دي كلها والتواصل الاجتماعي اللي بيننا دايما. لو اكل حاجه هاكل دي بدل دي. أوكي. التواصل مع بعض على طول بحيث ان احنا نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه في اسرع وقت وبشكل سريع. الشباب الفتره الاخيره بقى يلجأوا للانجكشنز او الجي اتش هرمونز عشان يوصلوا للشكل او الصوره اللي هم عايزينها في اقل وقت ممكن. فكلمني عن اضرارها وهل في بعض الاحيان ممكن تبقى مفيده. اقول لحضرتك حاجه، لازم نفرق بين ثلاث حاجات. الناس دايما بيختلط عليها الامر، يعني المشاهد مش عارف يعني ايه هرمونز اللي هي هرمونات، مش عارف يعني ايه منشطات، مش عارف يعني ايه مكملات. المكملات الغذائيه عباره عن حاجه بكمل بيها الاكل بتاعي عشان اوصل للنتيجه. البروتين شيكس كده، البروتين شيكس لبن الاطفال مكمل غذائي. ايوه حقيقي، مش مضر. لكن ازاي ادخله في البرنامج اليومي للاكل بتاعي؟ بس تنظيم ومصرح من وزاره الصحه العالميه وكل السبلمنت متاح حسب البروتين انتيك اللي انا محتاجه، سواء الامين سواء البي سي اي سواء جميع الكرياتين او غيره. كل ده هيلسي وتمام، بس طريقه استخدامه تبقى ازاي. نخش على نمره 2، المنشطات. المنشطات هي عوامل بتدي الجسم طاقه عاليه جدا جدا عشان ابذل مجهود فوق الطبيعي، فدي بتبقى مضره. اوكي، زي لعيبه الكوره، زي اللاعبين الاولمبيين، زي اللي عايز يوصل لتارجت معين بسرعه جدا. البادي بيلدرز والحاجات دي، البادي بيلدرز ممكن ياخدوها بشكل مش مستمر قوي علشان يوصل لطاقه تمرينيه عاليه جدا تحت اشراف يعني. تمام. ما انا ما اقدرش ان انا اقول للشخص الطبيعي اسويه بواحد بادي بيلدر، شغلته حقيقي، شغلته والتارجت بتاعه ان هو يطلع على مسرح. تمام. فاللي هو بياخده عنده دكاتره مشرفين عليه، عنده دكاتره تغذيه، عنده تيم كامل. تمام. لكن الشباب بتخش بقى في مرحله الثالثه اللي هي الهرمونز. الهرمونز ان انا باخد بجيب هرمونز بغير من شكل العضله او شكل تكوين الجسم بطريقه سريعه. اوكي. هو معمول كعلاج مش معمول كاستخدام. فالطريقه العلاجيه بتاعته في بعض الدكاتره بتنصح بيه لبعض الناس. تمام. كطريقه علاجيه، لكن مش متاح لكل الناس. بتنصحوا لمين؟ والله في ناس عندهم نقص نمو. اوكي. لو حد مثلا قصير شويه. اوكي. في ناس عندهم لربنا يكفينا الشر مثلا قصور في الخلفه او قصور في الحاجات دي، فبياخدوا هرمون زي التستوستيرون او الهرمونات المنشطه الذكريه علشان تديهم الدعم العلاجي. لكن الناس بتستسهل، الشباب بتستسهل وتاخدها في الدعم العضلي. حقيقي. فده ما انصحش بيه تماما. اوكي. لكن انصح بالمكملات الغذائيه. انصح بطريقه تغذيه سليمه تتابع مع دكتور نيتريشن او دكتوره نيتريشن شاطره ان او شاطر ان هو يديك المجهود اللي انت عايزه بشكل ووسيله اكل سهله. نبدا بقى نخش على طريقه الرياضه. الناس بتحب الطريق السهل. حقيقي. انا شايف قدامي مثلا واحد اقل وقت ومجهود ممكن بيتمرن بقاله 10 سنين. طب انا عايز انصل لفورمه الساحل في خلال شهور. هي كارثه فورمه الساحل. كارثه، مفهوم كارثي. هي مش كارثه، هي مؤشر يعني. الجميل احمد مكي ادى سبوت عليه كده، سبوت لايت عليه كده، ادى اشاره ليه. الناس خدت بالها. انا في خلال 3 شهور انا عايز ابقى فورمه واطلع وسكس باكس تمام وعضلات وجسمي مشدود في شكل سريع. فاعمل ايه؟ اتجه للهرمونز وكذا 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 بشكل سريع يضرني في الاخر. طبعا لو ما ضرنيش لا قدر الله، الحمد لله تمام، طلعت منه بعدم فايده، ان انا بعد ما اخلص فورمه سهل ارجع تاني. اوكي. واعمل شكل. يبقى حل مؤقت يعني. هو حل مؤقت مضر. لكن ما نسويش ده على كل الناس. في ناس فورمه الساحل طول السنه. اوكي. طول السنه الشكل بتاعهم حلو. طول السنه شكلهم رياضي. طول السنه عندهم سكس باكس بشكل مختلف، ممكن تزيد شويه كده عشان اسسوا الماسلز بشكل صحيح. التاسيس. ايوه التاسيس. يعني ما ينفعش ان حضرتك مثلا عندك دراسه دارسه كذا سنه وخدت كورسات عشان تقف قدام الكاميرا وماسكه المايك. ما ينفعش ان انا اجيب واحده من الشارع اقول لها اتفضلي امسكي المايك. حقيقي. مش هيبقى نفس النتيجه. حقيقي. هي نفس الشيء بالظبط. واحد رياضي مؤسس نفسه بيتمرن على طول وعنده روتين يومي وعنده لايف ستايل، مش هسويه بواحد خلال شهرين يلا كوتش انا عايز اطلع الساحل واقعد مع البنات وبتاع ده مش هيبقى صح. حقيقي. مش هقول ان الناس هتبطل، الناس مش هتبطل، بس لو انت ناوي تعمل ده كمل بعدين. ان انت تكمل رياضه وتخش في موضوع اللايف ستايل يبقى ده حياتك العاديه. سواء بقى بغض النظر انت هتستخدمها ازاي بقى، ان انت تطلع تنبسط بيها او ان انت يطلع شكلك صحي او هكذا. طب عايزين نتكلم عن اضراره بقى. اضرار ايه بالظبط؟ انهي فيهم؟ الهرمونز. الهرمون كله اضرار. كله اضرار. يعني ايه؟ انا دلوقتي ما فيش حاجه مالها سايد افكت. لو خدت سبرينا بدون اشاره طبيب او ان انا اخدها عن طريق حد فاهم ممكن تضرني. ايوه. وممكن ما تضرنيش. فانا وقعت تحت ريسك. خدت المخاطره. ايوه. انا ونصيبي. في برسنتج في الموضوع. برسنتج في الموضوع.
طب ليه اخد المخاطره وانا قدامي الشكل دوت اقدر اوصل له على اللونج تيرم شويه ان انا اطول المده ويعيش معايا كمان بالظبط ويعيش معايا. برافو عليك، ده معلومه هايله جدا. ايوه فعلا اللي بيجي بسرعه بيروح بسرعه. يا كوتش انا سبت الجيم مثلا اسبوعين ثلاثه رجعت لقيت نفسي قلل ويجي له اكتئاب نفسي والكورتيزول يعلى عنه. انا قريت اصلا ان هو بيجيب اكتئاب. طبعا بيجيب اكتئاب. انا شايف نفسي فورم على طول على فكره. انا شكلي اللي انا فيه ده مريح من التمرين بقالي 3 شهور ما بتمرنش. ايوه ما شاء الله. علشان عندي شغل كتير وعندي يعني اصابه الحمد لله عديت منها على خير فمريح من التمرين. فالفتره اللي انا ريحت منها التمرين ما اثرتش عليا. أيوه. عشان عندي بيزك ماسلز عضلات وتاسيس ارجع التمرين تاني بشكل تاني احسن واتطور عن اللي انا فيه. بس عشان برضو بيبقى عندك ماسل ميموري. احنا عايزين نفهم بقى الناس مصطلح الماسل ميموري. الماسل ميموري عباره عن انت بتبني عضلاتك لحد سن 25 سنه 27 سنه. بعد كده العضلات اللي انت بتكتسبها في حياتك هي اللي انت بنيتها وانت صغير. سهل توصل لها وترجع لها تاني. هل يا ترى اللي ما عملش عضلات في السن دوت مش هيعمل؟ لا هيعمل، بس هيوصل لشيب شكله حلو وهتخس فاتس وجسمك هيبقى شكله متناسق، لكن مش هتبقى بيج ماسلز. مش هتكبر عضلاتك. عشان تكبر عضلاتك لازم من الاول ناخد حاجات مدعمة ده. اوكي تمام. فانصح كل الشباب اللي في سن صغير اتمرن ووصل لاعلى شكل رياضي ليك هتكمل عليه طول عمرك. اوكي طيب لو انا دلوقتي مثلا كنت بتمرن حلو قوي وقطعت مثلا 4 سنين. جميل. هل الماسل ميموري بقى بترجع؟ بترجع بس على حسب. انا قطعت 4 سنين عادات سيئه ولا انسان نورمال طبيعي محافظ على عاداتي السليمه. يعني ايه؟ انا الاربع سنين دول باكل اكل صحي، حياتي نموذجيه عاديه. بس انا ما بروحش الجيم. ده تمام. سهل ان انا ارجع الماسل ميموري بتاعتي بشكل سليم. انا قصدي لو حد مثلا كان عنده كان مريض او فطبعا يعني يبقى لازم نمر بالمراحل الطبيعيه. أوكي. ابدا جراديوال. يعني اكيد انا مريح بقالي 3 شهور مش اول ما ارجع ارجع للهيفي ويت اللي انا كنت بشيله او نفس التمرين اللي اصابات. لازم ابدا جراديوال. اوكي ارجع اتمرن بالراحه كده ازود الحمل التمريني بتاعي واحده واحده لحد ما اوصل اللي انا عايزه في خلال من شهر لثلاث شهور. اوكي نرجع تاني ريجين او نسترجع كل ال تاني واسترجع نفس الشكل ممكن اطور عليه كمان. اوكي طيب بالنسبه بقى للبيجنرز ايه الاخطاء الكارثيه اللي بيعملوها؟ البيجنر اول خطا ان انا ببص مش في اللاين بتاعي، الخط بتاعي مش ببص فيه. هو ده بيعمل ده انا اشمعنى؟ بالظبط بتقولي يعني انا دخلت لقيت واحده بتتمرن بتشيل وانا داخله لسه داخله الجيم مش عارفه اعمل سكوات مش عارفه اعمل تمرين معين عايز اعمل زيها جالي اصابه. فالبيجنر يا جماعه ابص في الخط بتاعي بس وابدا مع حد فاهم، يكون فيه مدرب، المكان اللي انا فيه يكون بروفيشنال، يكون ناس فاهمه واعيه ينصحوني ويرشدوني للحاجه اللي انا عاملها مظبوط. الجدول بتاعي يعني ما ينفعش البس قميص مش مقاسي حقيقي بكل بساطه حقيقي. فكل واحد يلبس المقاس بتاعه في التمرين. لا وانا بحس كمان البيرسونال ترينر مهم جدا في الاول عشان حتى يوريك الحركه عامله ازاي. جيد. السكوات عامله ازاي لان بالزبط. في ناس ممكن تعمل حركه وجلبها كده اصابه فاتفه امور بالزبط. بس حسب البوستر بتاعتك وحسب الله ينور عليك.